عبد الله، ماذا تصنع هنا في السوق؟ تبيع؟ نعم أبيع. وتترك طلب العلم لماذا؟ يا لا ليس هذه وقت العطلة. هذا وقت العطلة. العطلة. ومن يعمل هنا في الدكان؟ في الدكان أمي. وأين أمك الآن؟ هي مريضة. مريضة. أنت تعينها؟ نعم أنا أساعدهم. طيب وأنت تطلب العلم أين؟ في تايلاند. في تايلاند. نعم. يوجد طلب علم في تايلاند؟ نعم. مسلمين أكثر من كمبوديا في تايلاند؟ نعم أكثر من كمبوديا. أكثر. نعم أكثر جدا. مع الطلب العلم. نعم طلب. طيب وهل تعلم الناس تشتغل بالدعوة أو لا؟ نعم إن شاء الله في المستقبل. لا ليس دمع. كل ما تتعلم لابد تعلم. يا رجل. نعم. أيوة ما شاء الله. طيب حتى هنا ممكن يأتيك بعض الناس السياح تدعوهم إلى الله. هذا الدجاج مع الأرجل عندك ما شاء سبحان الله دجاج وهذا هو هاي الأسماك. عبد الله لازم تشتغل بالدعوة. أحمد أحمد ما شاء الله الله يوفقنا وياك أحمد. جزاك الله خير حفظكم الله.